بقول لهم صباحكم صباحكم زين، صباح زولا بحب وطنه العزيز بالحين، صباحا من ربوع القلب، صباحا من ربوع القلب تترجم حافة الشفتين، صباح هادي وصباح مشرق باين ومضو في الشفتين، صباح الخير صباح الفل، صباح سعدا يعم الكل، صباح سعدا يعم الكل، يشيل مثل السحابة يسوق وينزل كالمطر، يهطل صباح الخير على عليكم جميعا، على كل متابعي قناة الشروق، وصباح الخير عليك أخ حمزة، أنا سعيد جدا أن أكون معكم. الله يجزاك خير علي أحمد داود، خير الله. نعم. كتر خيرك وتخير الله. نعم حبابي. وتحية من عد الفرسان للخرطوم، يعني امتدادا لشاشة الشروق اللي بيشاهدونا حتى أهلنا هناك في عد الفرسان. احنا مرحب بيك جدا، وتأثير المنطقة يعني لازم نديكم حقكم جدا. مشاهداتك كيف؟ يعني عندك اهلك اخوانك اصحابك شعراء، ولا انت براك كده طلعت من الاسره؟ والله عندي اهلي واصحابي وزملائي شعراء، يعني برست معاهم ومارس معاهم نشاط الشعر عادي ومشاتين معاهم كالعاده. يعني كتاباتك في البدايه كيف؟ يعني مثلا يعني لو قارناها بالكتابات الان، يعني فيها تحسن كبير في الكتابات، في الخيال، في المشاهدات؟ والله الكتابات طبعا فيها تحسن كبير، لانه انت لما تكون في البدايه يعني انت ذاته في نفسك كده ما بتبدا كده، بتصار انك انت انسان بتكتب شعر مثلا، بتكتب وشعرك مثلا بتخلو لروحك كده وبتقرا وبتقول بالنسبه لنفسك يعني جدا بالنسبه لنفسك عادي، لكن بعد شويه بتصهر بيه وتتراسل مع اصحابك وبتتواصل معاهم بيه. الحين نتواصل تاني نقول شنو؟ فانا اقول لك في الوطن بقول فداكي 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 يا عزه، أرواحنا ودمانا طيبا سقيتينا، وسقيت آبانا أهدا علينا حماك شيبا وشبانا، الكل فداك يا أم رجالا ونسوانا، نفديك نفديك بكل معاني فدا، لبيك لبيك طبعا في كل ندا، رحم الإله سلفا حيين عليك شهداء، ما في ابن موتا فيك روحنا بتفوت سعداء، لحماك يا عزة راكزين جبال ثابتين، ليك روحنا راقصة دوام حالفين عليها يمين، أجدادنا فيك زمان كان ماتوا متكاتفين، وهسي عليك نحنا بنموت على السكين، في حماك يا عزة كنزا سمين مدفون، مدخور على الأيام القاسية لما تكون، عزة وشموخة وعز وعزة ما بتهون، إن هانت الأيام وإن هان جميع الكون، عزة وفيك العز لا طابت الدنيا ولا طاب سواك سكون، انتفض يا عزة الانتفاض مطلوب، انتفض يا عزة الانتفاض مطلوب، لمتين تكوني كده لمتين تكوني كده، جوطة وشغب وحروب، يا شعبي يا واعي الوحدة ماها عيوب، يا شعبي يا واعي الوحدة ماها عيوب، الفي الشمال الفي الفي الجنوب الفي الشرق والغرب والفي الشمال وجنوب، أبناء وطن واحد ليه الجميع منسوب، أبناء وطن واحد ليه الجميع منسوب، والحديث أبناء وطن واحد ليه الجميع منسوب. الحديث عن الوطن، الحديث عن الوطن والله يعني والكلمات ذات وقت وفيه حقه يعزن يعني والله. انت لو تكلمنا عن دارفور، ونحن دائما بنقول ملفات السلام هي مفتوحه الان، ونفات الحوار حتى انه نقدر نقلل كثير من الخسائر ممكن تحدث حتى في الارواح، يعني عن طريق المناوشات وكذا، فالشعراء دورهم عظيم جدا في توطيد العلائق، وبرضه دورهم كبير في حل كثير من القضايا. فبتقول شنو لكل الاهل في دارفور وانت من تنبع من المنطقه دي شعرا ووجدانا؟ يعني والله بقول للاهل في دارفور وفي كل ربوع السودان، الناس يكون همهم الوطن، وبقول يعني الوطن ما دام شعبك قوي ووافر الصبر بيجي اليوم السعيد اللي بقش العبره، يا سلام، كن في يقين الظرف الصعب بيتعبر الجروح الداميه، لا بد من يوم تبرأ انت الغالي والعالي، المغامك فوق انت المخضر جلد ساقي عروق، انت الحبيب الصادق المعشوق، وانت اللي بيك بننعم
كل ما غيب وشروق انت في راسي وانت في عيني والحدقات وانت لقلبي نبضه وفيه انت منظم الدقات اكان قصة الظروف اتقال المصايب جات في داك ارواحنا ما بينفز منك بتاد تبقى الغالي تبقى العالي مهما صار ومهما دعانوا فيك نعاني ليك انصار اكان جات المصايب فيك سيل وعصار شرفا لنا انه فخرا لنا انه نموت فيك شرفا وعزاز احرار وطن الشعب بالعفو والسماح متلون حب غريزة في القلب من يداب متكون مهما أقول ونظم في الغوافي ودوين تجيني الغافي حائرة والحرف متهون أرض أبائي أرض أجدادي أرض الطيبة مهما قست ستبقى أعزة وأغلى حبيبة أكان جات المصايب متصابقة ومكشرة نيبة نتقاسمها نحن أولادة كل واحد يموت بنصيبة نتقاسمها نحن أولادة كل واحد يموت بنصيبة. يا سلام، نتقاسم معك إن شاء الله الخير وكلماتك الجميلة الراقية دي إن شاء الله في دور ومسارح داخلية إنك تقدر توصل صوتك وتقدر تعالي كثير جدا من القضايا بالذات في مسرح جامعة النيلين يعني إن شاء الله طالب في النفط. نحن قدرين جدا حضورك، انتهى زمننا للأسف لكن ما انتهت الكلمات بتاعتك، إن شاء الله نتلاقى في مساحات تانية. كثر خيرك أستاذ الشاعر علي أحمد داود، خير الله الشهير بوت، خير الله على حضورك صباح صباح الشروق. شكرا جزيلا، كثر خيرك. شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا لتواجدي معكم على قناة الشروق، وأشكر لكم كل الإخوة وكل متابعي قناة الشروق في كل ربع السودان. وشكرا جزيلا أخي. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. بالمساحات المباشرة والنوافذ المختلفة اللي فتحناها في صباح الشروق، بداية بالحديث عن العسل وعن النحل، ومرورا بحفظ الوثائق، وختاما بهذه الكلمات الدافئة من الشاعر علي أحمد. مقدرين جدا شرف متابعتكم ومشاهدتكم. شكرا كمان لفريق عمل صباح الشروق لليوم اللي سعدت جدا بقول كل هذا الجهد المباشر، حتى الملتقى إن شاء الله في حلقات قادمة. غدا يتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد. في رعاية الرحيم مشاهدينا.